طبعا والدتي من الست الوحيده وبين القوسين اللي اشتغلت في المزادات، وهي كانت صاحبه صاله، صاحبه اكبر صاله موجوده في مصر، والوحيده دي يعني ده بشهاده الناس كلها وبشهاده التاريخ يعني. وهي ادارت المكان ده كويس جدا جدا بعد وفاه والدها. وانا بالمناسبه برضو اشتغلت تحت زي ما بيقولوا كده تحت رجلين جدي، يعني انا اتعلمت منه ازاي بيدير المكان، ازاي بيدير التحضير للمزاد، وازاي بيدير المزاد ذات نفسه. حتى والدتي كان ليها مقوله مشهوره قوي، انت جورج نمره 2، لان لما شافتني بدلل لقيتني بنفس الطريقه. وانا لما طلعت الصور القديمه لقيت نفسي ان انا فعلا انا بعمل حركات انا شفتها من جدي، فبالتالي اتحفرت في اعماق عقلي يعني ووجداني، فبقيت اشتغل بيها.